أشكر ثقة السيد الرئيس على تكليفي بهذه المهمة في الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية بشكل عام. نحن نمر بظروف صعبة سياسية، ظروف مع الاحتلال صعبة جدا، ظروف مالية صعبة كمان. المشاورات بدأت مساء يوم الأحد، إن شاء الله سنعلن الحكومة القادمة مساء يوم الخميس. المشاورات في نهايتها. بحب أحكي بصراحة، يعني معظم الحكومة السابقة معظم أعضائها راح يبقوا في الحكومة، لأنه كما تعلمون هذه حكومة انتقالية، آمل أن تنتهي مدتها في 14/8 حتى تستطيع حركة فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. أو كلفنا الأخ رامي الحمد الله ليشكل الحكومة الجديدة، وأعتقد أنه في خلال أيام قليلة سينتهي من هذا ونعلن الحكومة وتبدأ عملها في هذه الفترة إن شاء الله. نحن حريصون على أن نعود إلى طاولة المفاوضات بأقصى سرعة، حريصون أيضا على الوصول إلى حل لكل القضايا المعلقة بيننا وبينهم، حريصون على أن نصل إلى سلام على أساس دولتين وعلى حدود 1967. فإذا تم هذا وتم التعاطي مع جميع القضايا الأخرى فسنكون سعداء، وبالتأكيد كما أكدت أكثر من مرة أن العالم العربي والإسلامي سيكون سعيدا وسيعترف بدولة إسرائيل إذا ما انسحبت من الأراضي وقامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. سؤال متعلق متى 10